طب يقال مولانا أن زواجها من المؤتمن جاء برؤية نبوية. والله هي كانت امرأة عابدة متعلقة شفافة، فكان يأتيها سيدنا رسول الله كثيرا عليه الصلاة والسلام، وده هيؤثر في بقائها في مصر كمان. نعم لأنها بقيت في مصر من رؤية، من رؤية نبوية، من رؤية نبوية. الله. فلما جاءت السيدة نفيسة وتزوجت إسحاق برؤية نبوية، لما جاءت السيدة نفيسة إلى مصر جت 193، كانت تملي تدعي يا رب أنا عايز أزور الخليل. فراحت زارت الخليل هي وجوزها، وراحوا معرجين على مصر 193، فاضل على القرن 7 سنين، وهي ماتت 208، فيبقى قعدت في مصر حوالي 15 سنة. أول ما وصلت مصر فواحد كان اسمه جمال الدين الجصاص، كان كبار من كبار شهبندر التجار، سمع إن السيدة نفيسة جت والصيد بتاعها سابقها من المدينة، فنزلها في الدار بتاعته، دار وسيعة كويسة كده اهو، يعني ايه استضافهم في استضافهم فيلا بالجنينة بتاعتها بمنافعها. حلوة. ونزلت السيدة نفيسة في هذا المكان، وبعدين حصلت حاجة غريبة. أولا الناس عرفوا فيها استجابة الدعاء، وإنها ست متواضعة قوي وحبوبة، واخد بالك. فجم واحدة جارتها كانت مرات أبو السرايا، كان واحد اسمه أبو السرايا أيوب بن صابر، يعني حتى الاسم فيه إيه، في صبر كبير أو بتاع، في مشقة حصلة في الحياة في أيوب وصبر. أبو السرايا أيوب بن صابر. فأبو السرايا مخلف بنت معوقة مشلولة عندها شلل أطفال، ولكنه في نفس الوقت هو زعيم الطائفة اليهودية الباقية في مصر، يتبعه نحو 70,000 على الديانة اليهودية. الست جت وبعدين قالت لها ممكن لو سمحتي أخلي البنت عندك، لأن أنا نازلة السوق أعمل يعني تسوق اللي هو يسموه دلوقتي شوبينج، هتروح تقضي المقاضي زي ما الخليجيين يقول لك قضت المقاضي، وسيب البنت دي عندك. وهي البنت قاعدة، والبنت مشلولة مسكين. البنت قاعدة، وطبعا 6-7 سنين البنت دي، والست راحت. لما راحت خلاص يعني البنت عندها شلل، ما هيش محتاجة يعني، ويعني ما سكنة في مكانها، مش هتخرج تلعب ولا تتوه، ما فيش لا لعب ولا بتاع، سكنة في مكانها. فالسيدة نفيسة قامت تصلي ركعتين، ما هي عابدة وتمام الذكر بقى والعبادة والبتاع مع ربنا، فتوضت. فالوضوء انت عارف زمان ما فيش بقى بلاط ولا في بتاع ومش عارف ايه، فالوضوء سرح على الارض. البنت قاعده كده، الوضوء المايه بتاعت الوضوء جت عند رجليها، جت عند رجليها عملت لها حاجه زي الكهرباء، سبحان الله. فالبنت بتعمل كده رجليها، لقيت رجليها بتتحرك ببركه سيده نفيسه المايه بتاعت الوضوء. فقامت تشوف اذا كانت هتقوم ولا لا، قامت فجربت. السيده دخلت الصلاه خلاص وكانت تستغرب، جربت خدت بعضها وجريت، سبحان الله. والست مستغرقه في احوالها، فراحت الام جايه ولقت بنتها، فبتقولها يا ماما يا ماما يا ماما. قالت لها ماما مين؟ انت مين؟ قالت لها انا بنتك. قالت لها بنتي ازاي يعني، بنتي مشلوله جوه في البتاع. قالت لها لا، ما انا لعبت في الميه بتاعه الوضوء، انا بنتي تعالي. ورجعت بيها للسيده نفيسه، وبقت الحادثه دي حادثه لها ما وراءها.
في الإجابة على السؤال بتاعك هم الناس بتحبها ليه، وهو المترتب لاستجابة الدعاء.